لكن البعض يقول الحضارة تبول ولا تصنع شيء. الحضارة هذه قذارة. نعم. استنجاء أو استجمار؟ استنجاء استعمال الماء، استجمار استعمال الحجارة وما يقوم مقام الحجارة كالمناديل عندنا اليوم مثلا. هل يصح أن تجمع بين الاستنجاء والاستجمار؟ نعم، لكن ليس من باب التعبد، من باب أن الآن يخفف أثر النجاسة. أولا الغائط مثلا يخفف بالمناديل، ثم بعد هذا استعمل الماء. هل يستنجي أو يستجمر بيمينه؟ لا، اليمين للأكل للشرب المصافحة. نظام علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كل شيء حتى الخراء، حتى كيف نأتي ونصنع في البول والغائط أدب. نعم، هذه الحضارة. طيب ما قلنا؟ استعمال اليد اليسرى ويستعمل اليمنى، يجمع بين الماء والمناديل يصح لا إشكال، لكن ليس من باب التعبد، من باب تخفيف النجاسة. هل يصح أن يقتصر على الاستنجاء أو الاستجمار؟ نعم. هل يصح أنه يستجمر مع وجود الماء؟ نعم. كيف يعرف النقاء؟ كيف يعرف أنه لا يستعمل بعد هذا وينقطع؟ إذا رجع المنديل جاف، هذا معناه أنه انقطع الخارج، يعني ليس فيه شيء. وإذا رجع فيه أثر ماذا يصنع؟ يستعمل الثاني. من السنة في الاستجمار أن يقطع على وتر، وأقل ما يستجمر به 3 أحجار 3 مناديل، أو وجد حجر كبير مثل هذا، أو قطعة خشبية، مفهوم؟ هذا يمكن أن يكون على هذا الحجر أو على هذه الخشبة 3 مسحات، مسحة هنا مثلا ومسحة هنا ومسحة هنا، صحيح؟ يصح؟ صح ولا إشكال. إذا انقطع الأثر ب3 مسحات إيش يصنع؟ يكتفي. وما يسرف أيضا من آداب هنا أنه الماء يسرف في استعمال الماء. وانت ترى بعض الشباب هدانا الله إياهم يعني في الوضوء يسرف، في كذا يسرف. نعم. إذا انقطع الأثر بمسحتين، المسحة الأولى بالمنديل ثم المسحة الثانية، يكتفي؟ لا، أقل شيء 3 مسحات. إن انقطع الحمد لله، وإن لم ينقطع يزيد الرابعة. زاد الرابعة زاد الرابع وانقطع، ماذا يصنع؟ يستحب له أن يقطع على وتر، فتح الله عليه. نعم، اجلس. غير هذا من أداب قضاء الحاجة، من يعرف؟ هل يصح أن يستجمر بالجرائد؟ ورق. هل يصح أن يستجمر بالأوراق؟ نعم، لكن عندنا أوراق محترمة، مصحف، جرائد والمجلات العربية، لأن في الغالب أن في الجريدة عبد الله بن عبد الرحمن، صحيح؟ الأكل على الجرائد يصح؟ لا يصح، لأن فيها أسماء الله. هذه العربية، أنا لا أتكلم عن غير العربية، ما أدري، الله أعلم. طيب طيب، هل يصح أن يستجمر بخبز طعام الإنس؟ إذا كان طعام الجن العظم، أي نعم، والروث، هذا لا نستجمر به، فما بالك بطعام الإنس من باب أول، الخبز، مفهوم؟ طيب. قال طيب، قال باب الآنية، باب الآنية
لماذا؟ سبحان الله، لعلك واحد واحد. باب الآنية، الآنية أين تكون؟ في الأطعمة والأشربة. ما الذي أتى بها هنا في كتاب الطهارة؟ واهم هذا، واهم. يقول سقط وتقدم وتأخر، واهم. ما الذي يأتي بباب الآنية في كتاب الطهارة؟ إخواننا، ما علاقة باب الآنية بكتاب الطهارة؟ ما أحد يعرف؟ أخطأ؟ ما يخطئ؟ سبحان الله. نعم يا أخي. الله يفتح عليك. لأن الماء جوهر سيال، لابد أن يوضع في شيء. طيب، عندنا الآنية، آنية الذهب والفضة، هذه آنية يصح الاستعمال؟ آنية الذهب والفضة لا، يحرم استعمال آنية الذهب والفضة. طيب، الثاني، الأصل في الآنية. عندنا احنا قلنا كل في كل باب نذكر مجمل أو تقسيم في هذا الباب، مجمل قول الفقهاء أو تقسيم الفقهاء رحمهم الله لهذا الباب. الآنية عندنا، الأصل في الآنية الطهارة والحل. أي إناء؟ إناء بلاستيكي، إناء حديد، إناء ذهب، إناء فضة. اسمع أنت الآن، هذا الأصل، يقول الأصل الطهارة والحل في كل الآنية إلا في استثناء آنية الذهب والفضة، هذا استثناء أول. الثاني عندنا آنية الكفار، يعني هذا الأخ أخذ قدر من رجل كافر، فماذا نصنع؟ هل هذا الإناء طاهر أو نجس؟ وهذا يقول قد يكون هذا وضع في خنزير. نعم، خنزير، خنزير نجس أو لا؟ نجس، نعم. طيب، أو خمر، على القول بنجاسة الخمر، فماذا يصنع؟ الأصل في آنية الكفار، آنية الكفار تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أقسام آنية الكفار ثلاثة. أن نعلم طهارتها فهي طاهرة، نعلم نتيقن 100% أنها نجسة فهي نجسة، انتهينا. شككنا، وين الأصل؟ طهارة، والحمد لله، مفهوم. ثياب الكفار، ثياب الكفار، نعم، نتيقن طهارتها طاهرة، نجاستها نشك، الأصل الطهارة، مفهوم. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار بعد الساعة 11:30 إن شاء الله تعالى، نبدأ بالدرس. الكتاب المقرر إخواننا منهج السالكين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في الكتب أنها تأتي. إخواننا، اليوم طالب العلم ليس لديها أي إشكال. لماذا؟ لأنه توفرت الأسباب، الحمد لله، لابتوب، آيباد، سامسونج، آيفون، ضغطة زر يأتي كل شيء. منهج السالكين، الشرح الممتع، والله توفرت لنا اليوم أسباب لطلب العلم، والله لم تتوفر للإمام أحمد، والله. لكن ما تجد مثل أحمد رحمه إلا إن شاء الله. لماذا؟ لماذا شيخ محمد؟ إخلاص، جد، اجتهاد. أحمد إمام أهل السنة، أحمد رحمه الله إمام أهل السنة. ماذا يصنع حتى يطلب العلم؟ نام، ما يعرف النوم والكسل. كان يعمل أحمد رحمه الله في التكك، يعني هذا الذي يربط به الإزار، يشتغل فيه
حتى يطلب العلم. إذا أراد الرحلة لطلب العلم ماذا يصنع؟ يأتي للقوافل. إمام أهل السنة يعمل حمال عند القوافل، يقول أعمل معكم أحمل الأثقال وأضع وأنزل. ليش؟ حتى يطلب العلم. خرج من العراق قاصدا اليمن، يريد أن يسمع ممن؟ من الصنعاني. الصنعاني أين؟ في اليمن. الصنعاني صنعاء، مر بمكة وهو يطوف، قال له رجل كان معه، قال هذا الصنعاني، كفانا الله سفر اليمن، الحمد لله هذا الصنعاني جاء. قال عزمت ألا أسمع الحديث من الصنعاني إلا باليمن. هم يا رجل، اليوم يأتي المشايخ وتأتي الدروس وتأتي الكتب تأتي كذا. قال والله عزمت ألا أسمع شيء. صحيح. صلى الإمام أحمد بالناس، اسمع يا أخي اسمع يا طالب العلم، إمام أحمد إمام أهل السنة، حافظ يا رجل في الحفظ، كم من أحاديث يحفظ. صلى بالناس وأخطأ، أخطأ، فعلى ما يصنع بعض الطلاب هدانا الله، خلى الذي في جانبه، قال هذا إمام أهل السنة يخطئ في الصلاة. وأنت تعرف بعد الصلاة بعض الناس مجرد ما انتهى الإمام رأيت، فقال له هذا إمام أهل السنة يخطئ، فقال له، قال والله إن أحمد لم يأكل طعام منذ 3 أيام. إخوانا تظن الأئمة يلعبوا؟ ما منعهم شيء، لا فقر لا قلة كتب لا تعب في الأسفار ولا غيره، اجتهدوا ثابروا حتى نقل العلم. يأتي بعد هذا رجل لم يعرف العلم أصلا ولم يتكلم عن الأئمة، عجب الله، عجب هذا، فنوا أعمارهم في هذا. لذلك قال أحد العلماء، قال الذي يتكلم في أحمد فهو زنديق. لماذا؟ لأنه أحمد؟ لا، لأن أحمد إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، والذي يطعن في أحمد قد طعن في من؟ في السنة. إيه نعم، كيف من يطعن في الأئمة الأربعة؟ يطعن في شيخ الإسلام، يطعن في كذا، يطعن في كذا، حجب الله أخوانه. فالأمور سهلة، لا عذر. حتى الآن جوجل هذا عربي يعطيك عربي، تريد فرنسي يعطيك فرنسي. صحيح، حتى يقرأ الآن في برامج تقرأ لك الكتاب. صحيح والله آخر، يقرأ لك الكتاب وقراءة ما شاء الله. ممكن نستغني عن القارئ، يأتي هذا يقرأ كل شيء، حتى يصنع لك بحث، قص ولصق، كل شيء. لكن العلم على ما ذكر، من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. فأخوانا لا عذر، وإحنا مسائل قليلة ذكرناها الآن، تتذاكروا فيما بينكم تكتبوا. الدرس القادم إن شاء الله تعالى نراجع ما أخذنا ثم نبدأ بالدرس الجديد، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.